محمد علي التركي، رئيس مهندس اول رئيس مديريه الفنيه بوكاله حمايه وتهدئه الشريط الساحلي، ومسير منسق البرنامج الوطني لحمايه الشريط الساحلي من الاجراف البحري، البرنامج اللي هو ممول في اطار التعاون التونسي الالماني. احنا من التظاهره هذه اللي قاعدين نعملوا فيها في اطار الاحتفالات باليوم الوطني واليوم العالمي للبيئه، وكاله حمايه وتهدئه الشريط الساحلي نظمت زياره صحفيه لتقديم المرحله الثالثه من البرنامج هذايا اللي هو يخص حماية شري ساحلي جنوب القنطاوي من الانجراف البحري. المشروع هذايا الفكرة متاعه معناها الانطلاق متاعه كان من 2016، عملنا الدراسات متاعه المعمقة والنمذجة الرقمية واختيار الحلول الملائمة بصفة تشاركية من حتى لين 2018 دراسات كانت حاضرة. يلزم تمويل الإنجاز. الجانب الألماني لقانا خط تمويل اللي هو 4.5 مليون أورو في إطار غيافكتاشون تاع قرض. دونك المشروع قيمته ككل 20 مليون دينار تونسي، 60% منهم 4.5 مليون أورو، وال 40% من ميزانية الدولة ميزانية الوكالة. دونك المشروع هو في إطار تأقلم التغيرات المناخية والحد من الانجراف البحري، عندنا منطقة الجنوب القنطاوي إلى واد الحمام 3.5 كيلومتر، تعرف انجراف حاد يلي البحر دخل حتى في الديار. دونك الحلول، الدراسات المعمقة أعطتنا الحلول بعد بيسير تشاور وصبغة تشاركية مع المواطنين والإدارات المعنية والناس كلها، لقينا الحل اللي هو هذي قاعدين ننجزوا فيه. نسبة الانطلاق متاع الأشغال بدأت في من أوت 2021، وإحنا توا في جوان 2022 في نسبة تقدم حوالي من 45 إلى 50% نسبة تقدم. هو المشروع يمتد على 18 شهر. بيان سور في الصائفة مدة شهر جويلية وأوت نوقفوا الأشغال على خاطر الصائفة والمجتمع والسياحة الداخلية والخارجية باش يستعملوا الشاطئ، وزادة فما حكاية الضجيج معناها الشاحنات في الطرقات سيدو شويت. دونك مدة شهرين نوقفوا الأشغال ونستمروا في شهر سبتمبر باش نكملوا أون برانسيب دابخي البلانينج. في حكاية مارس 2023 كنا كملنا من المرحلة الأولى اللي هي الأشغال الصخرية اللي هما اللي زوفراج ونغوشمون كنوا كملنا منهم. انتر طان عنا نابل دوفر مناقصة حاضرة باش نعلنوا عليها في جويليا لاختيار مقاولة باش تعمل الأشغال الرملية اللي هو تغذية الشريط هذية ساحلي بالرمال بجلب 320 ألف متر مكعب من الرمال لتكوين الشواطئ من جديد وراء الحماية الصخرية اللي عملناها قبل. وكنا هكا نكونوا قد حمينا من الإجراف البحري، عودنا كوننا الشواطئ للاستعمال، وهذا هو الأوبجيكتيف أتاندخ.